أهلا بكم من جديد مشاهدينا، وهذه فقرتنا الأخيرة في هذه الحلقة وهي أيضا فقرة طبية. خلينا النهاردة احنا مهتمين جدا بصحة المواطن المصري، وفي الفقرة دي هنهتم بصحة الأطفال. أمراض الدم أو أمراض النزف عند الأطفال من الحاجات المزعجة جدا وبتضايق الأمهات والأباء جدا جدا. خلينا نتكلم في الموضوع ده بالتفاصيل مع ضيفنا في الاستوديو الأستاذ الدكتور محسن الألفي، رئيس قسم طب الأطفال بجامعة عين شمس. أهلا بك دكتور، صباح الخير. ما هي أمراض النزف أو أمراض الدم عند الأطفال؟ المفروض أنه الدم موجود في صورة سائلة عشان بيشيل الأكسجين يروح لكل الخلايا يغذيها ويديها الحياة. تمام. الدم ممكن يتجلط، أول ما بتنتهي الحياة بيتجلط في خلال 25 دقيقة عشان نحافظ على الدم في الصورة السائلة. وبعدين لما الواحد يتقطع أي شعيرات دموية أو وريد أو حاجة نتيجة أنه بيستخدم قصافة، فرشة سنان، حصل أي جرح، فبيحصل نزف. لابد ان الجسم يكون قادر على وقف النزف ده في خلال ثواني معدوده. فاذا كان يقدر يوقف النزف ده في خلال 30 ثانيه لغايه دقيقه دقيقتين بنعتبر ان ده الطريقه الطبيعيه اللي الجسم بيتعامل بيها مع الجرح اللي حصل السليم. فاذا كان بقى الجرح ده يستمر النزف لمده تزيد عن ربع ساعه، او يكون موجود في اكثر من مكان، او يكون بكميه كبيره، او يكون معاه البقع الزرقاء او البقع الحمراء اللي بتحصل تحت الجلد اللي احنا بنسميها تجمعات دمويه تحت الجلد، اي حاجه من المؤشرات دهيت بتدل على ان في ناس كتيره دكتور بتتجاهل التجمعات الدمويه، بتقول ده عادي مكان ما هو ما فيش حاجه اسمها عادي بقى. لو كميه كبيره، لو من غير يعني خبطه او كدمه، بنعتبر ان ده حاجه ما هياش عاديه. تمام. ده ايه بقى الخطوره عنده، وامتى احس بالخطر عند الطفل؟ يعني سؤال مهم جدا. دايما لما الام هنبتدي مثلا من نزف الانف، وده بيبقى منتشر في فصل الصيف عشان درجه الحراره العاليه. اذا كان من ناحيه واحده بيبقى ما فيش قلق، لان ده بيبقى ضعف الشعيرات الدمويه، وبندي اي فيتامين سي، جوافه، فلفل اخضر، فيتامين سي، اقراص، الدنيا بتتحسن كتير. والطفل ما ينزلش يلعب وقت الذروه بتاعه الشمس اللي هي من الساعه 11 لغايه الساعه 4 العصر. اما اذا كان من ناحيه واحده افندم، اذا كان من ناحيه واحده اذا من ناحيتين تمام، وبياخد فتره طويله قلنا. الام طبعا وقت الناس يمر عليها الثواني على ان هي ساعات، فهي بتبص على الساعة. يعني أول مرة مش هنقدر نمتحنها ونزعجها، إنما لما تتكرر يبقى التكرار مهم قوي. تمام. إن هو من ناحيتين، إنه يستمر فترة أطول من 10 دقايق أو ربع ساعة، هي بص على الساعة اللي موجودة في إيدها وبتقول لا ده طول. وبعدين بتاخد الإجراءات البسيطة خالص، طفل بينزل الرأس بتبقى منخفضة، مش راجعة لورا زي زمان. ده زمان بيقول لك رجع راسه لورا علشان هيبلع الدم وهتبقى مشاكل كده كتيره خطر يعني. فكويس مهمه دي، نزل راس الطفل لقدام لو عنده نزف من مناخيره بالظبط. وبعدين لو في اي كيس فيه تلج مجروش بيتحط ويبقى عليه فوطه بيتحط على الانف او على الجزء اللي بينزف. ده هتبقى حاجه كويسه. وبعدين حسب بقى، اذا حاجه متكرره ووقت طويل وفي تاريخ في الاسره، مهم جدا جدا بنسال الام اخبار الدوره الشهريه عندك ايه؟ هل انت بتحصل لك كدمات زرقاء كتيره؟ هل في حد ايه ده هو ده ليه علاقه بنزف الانف عند الطفل؟ طبعا. ازاي؟ النزف ده يا اما يبقى نزف بسيط نتيجه ضعف الشعيرات الدمويه، و لو مش بسيط يعني استاذ طب الاطفال الاول بيدي الفيتامينات ومقويات الشعيرات الدمويه، اذا ما نجحش بيبعته للدكتور الانف والاذن بيعمل له ما يسمى بالكي. اما اذا كان بيقعد اكثر من 10 دقائق او من الناحيتين او متكرر بصوره كبيره او في تاريخ نزف في الاسره، يبقى ده استشاري امراض الدم هو اللي بيتعامل معاه، بيعمل بعض التحاليل، سرعه النزف ووقت بروسترومبين والبي تي تي، مجموعه من التحاليل البسيطه بنقدر نشخص العيب يا ترى في الصفائح الدمويه ولا العيب في معاملات التجلط. مش هنزعج المشاهدين بده، انما الامهات كتير قوي تقول لك الصفائح بتاعت ابني اقل من 100,000، انا منزعجه، سرعه النزف بتاعته ممتده فتره اطول، وقت البروسترومبين بالذات لما يجي يشيل لحميه الطفل نلاقي زمايلنا اساتذه الانف والاذن يتكلموا يقول التحليل بتاع الولد مش طبيعي، في حاجه اسمها الاي ان ار المفروض تبقى واحد. فنلاقيها 1.2، 1.3، تاريخ النزف في الاسره هو اهم معامل. الطفل ده لو ولد ذكر وكان الطاهر في الاسابيع الاولى من العمر ولم ينزف بتدينا طمانينه، زي ما قلنا في نزف الانف اذا كان من ناحيه واحده بيقعد ثواني او نص دقيقه او دقيقه يبقى ما فيش قلق.
طيب دكتور، في كمان شكوى مهمه جدا ليها علاقه بنزف اللثه عند الاطفال. هم في اطفال لما بتعيط كتير او بتتعصب كتير اللثه بتاعتهم بتنزف دم كتير قوي، هل ده طبيعي مثلا من كتر ما هم بيضغطوا على يعني على اسنانهم، ولا ده ليه علاقه بامراض الدم؟ لا، هي وقت التسنين في بعض الاطفال تبقى اللثه شديده ومشدوده قوي، لما يجي يطلع السنه نلاقيها مزرقه ونلاقيه بيعيط ويزن بالليل كتير وما يعرفش ينام، وطبيعه النوم بتاعته تتغير، شاية تتغير، يصحى بالليل كتير، يزن، يصاب بادوار برد اكتر من المعدل، يبقى في شويه لين في البراز، دي اعراض تسنين. تمام. اما اذا كان الاسنان مكتمله او سنه بتتبدل والطفل برضه اتغيرت السنه دهيت او هو بيستخدم الفرشه او المعجون، برضه ممكن يحصل نزف نتيجه بعض التهابات اللثه، ودايما بننصح الام ان هي تعود ابنها ان هو يتعامل مع الفرشه، فرشه تكون ناعمه للاطفال الاقل من 5 سنوات. تمام. واذا حصل نزف ما بتنزعجش، بتمضمض الطفل. المفروض بيقف الناس برضو خلال نص دقيقة أو دقيقة، يعني لو ما وقفش الناس إذا ما وقفش الناس برضو بنحتاج إن احنا نروح لأستاذ أمراض الدم، وبرضو في تاريخ نزف في الأسرة ولا لأ، بينزف من مكان تاني ولا لأ، يعني لو بينزف من الأنف ومن اللسة لا يبقى في عنده مشكلة يا في الصفائح يا معاملات التجلط. طيب خليني أدخل بقى في الموضوع يكون أكثر عمقا. في اطفال بيبقى عندهم يعني اوريدي مولودين بامراض في الدم، بيتعمل لهم تحاليل، انا ما اعرفش دي بتبقى الحقيقه النتائج لايه بالظبط، يعني هل نقدر ان احنا نتفادى ده ولا لا، بس بيبقوا اوريدي بيتولد بده، دول بقى ايه المشاكل اللي ممكن تبقى عندهم، ايه نسب الشفاء، ازاي نقدر ان احنا نحميهم؟ المصنع بتاع الدم هو النخاع العظمي. ده المصنع بيطلع كرات دم حمراء ويطلع كرات دم بيضاء ويطلع صفائح دمويه. كرات دم الحمراء اللي هي بتدي البشره واللون والنشاط والحيويه والذاكره، مهمه جدا. تمام. كرات دم البيضاء اللي هي بتاعت المناعه. في بعض الاطفال نلاقي كرات الدم البيضاء عندهم منخفضه ويصاب بالتهابات لوز، التهابات الاذن الوسطى كتير. فالام بتنزعج، بنعمل صوره الدم نلاقي كرات الدم البيضاء قليله، بعض الحالات تبقى نتيجه الاستخدام العشوائي للمضادات الحيويه، نتيجه بعض الاصابات الفيروسيه. ده الام وهي حامل ولا الطفل لما بقى؟ لا احنا بنتكلم بعد، حتى لو الام وهي حامل، يعني لو الام وهي حامل بننصحها بالتغذيه الكويسه، مهم جدا. ما هي طبعا بيبقى معذوره، بيبقى الحمل مخلي الشهيه متغيره، عندها غثيان، رغبه في القيء، فالكلام الاساتذه والدكاتره بيقولوه في ارض الواقع ما بيتحققش دايما. بنقول لها تاكلي كبده يوم مثلا في كل اسبوعين، ناكل سمك يوم في الاسبوع، ناكل فراخ يوم في الاسبوع، ناكل فول يوم في الاسبوع، عدس يوم في الاسبوع، خضار، فاكهه، الحاجات زي كده مش دايما بتبقى متاحه. تمام. انما الغذاء مهم جدا. الاصابات الفيروسيه هي من اخطر الحاجات على حياه الجنين ثم الرضيع. عشان كده دايما بنلاقي دكتور النساء زميلنا بيطلب تحاليل اللي اسمها ستورش، اللي هو مجموعه من التحاليل بتطمننا ان هي ما عندهاش توكسوبلازما اللي هي المرض بتاع القطط اللي بينتقل عن طريق القطط، ما يكونش عندها سيتوميجالو فيروس، العادات المصريه بتاعت التقبيل والاحضان والاشواق وكده بتنقل فيروس اسمه سيتوميجالو فيروس، الابشتامبر فيروس زيه بالظبط. ففي مجموعه من الفيروسات بالنسبه للمصريين كلهم يعرفوا الحصبة الالماني، ان الحصبة الالماني هي اللي مرتبطه، لو واحده حامل اول 3 اشهر واصيبت بالحصبة الالماني بينصح انها تعمل اجهاض، ده بيبقى فيه خطوره شديده على حياه الطفل. انما برضو في نفس الشيء السيتوميجالو فيروس والابشتامبر فيروس والتوكسوبلازما والعديد من الفيروسات والطفيليات اللي ممكن تصيب الام، الام ما تنزعجش، فاحنا بس بنقول لها اثناء الحمل مفيش داعي اكون موجوده في اماكن مزدحمه، مفيش داعي للقبلات كده، يعني اللي تعرفه واللي ما تعرفوش. فدي من الحاجات المهمه جدا، وبنبقى مطمنين من الاول ان هي اصيبت قبل الحمل بهذه الامراض ولا لا. ثم التغذيه مهمه جدا، ان هي بتتغذى كويس اثناء الحمل، ما يكونش في امراض وراثيه في الاسره، ممكن يبقى في امراض وراثيه مش معروفه، تكون فقد الطفل قبل كده جنين في الشهر 7 أو 8 او بعد الولاده بشهر او شهرين، حد من اخواتها يكون فقد طفل في الشهور الاولى من العمر. ده بيخلي الاساتذه بتوع الاطفال واساتذه الوراثه يتوقعوا ان يكون ممكن يبقى فيه حاجه اكبر، مشكله في النخاع، النخاع ما بيصنعش، سواء ما بيصنعش بقى الصفائح او كرات الدم الحمراء او البيضه، فينزل الطفل
مصاب بجزء من امراض الدم، في جزء وراثي وجزء مكتسب. وجزء مكتسب. طيب لو فرضنا بقى عندنا انواع كتيره جدا، الامهات بتقول ابني عنده مش عارف انيميا بحر متوسط، انيميا الفول، مش عارف، يعني كل دي هي بتبقى يعني بتبقى خايفه على الطفل جدا، ما بتبقاش فاهمه ده عباره عن ايه. عايزين مثلا نشرح يا دكتور ما هي انيميا البحر المتوسط. المشكله الكبيره ان الام المصريه بتخاف وتقعد تقرا على الانترنت وتسال صحابها في الشغل وتسال على ايه، معلومات غلط فبيخوفوها زياده. الدور اللي عليها هي ما بتعملوش، اللي هي قبل الخطوبه تحلل ونشوف هي حامله لجينات انيميا البحر المتوسط ولا بقى موجود في كل المعامل. في تحليل سهل خالص ومش غالي، اللي هي صوره الدم. صوره الدم العاديه لما بنروح لاستاذ امراض الدم هو اللي بيفهم فيها، يلاقي كرات الدم الحمراء صغيره قوي ما فيهاش هيموجلوبين كفايه، عددها كتير عشان تعوض، هي ما بتشكيش من حاجه ابدا انما هي حامله لانيميا البحر المتوسط. نسبتهم قد ايه في مصر؟ 5 ل 10%. يبقى عددهم قد ايه؟ ما بتاثرش على الام، بتاثر على الطفل بس. 5 مليون مواطن مصري على الاقل الى 10 مليون حاملين لهذه الصفات. طب هل تمثل مشكله؟ لا، مشكلة تبدأ عندما تتزوج أو تتخطب لواحد حامل لأنيميا البحر المتوسط، فالنسبة بقى ما تبقاش 10% 10%، بتبقى 1 في 1000. فتصيب، ممكن تنجب طفل عنده أنيميا البحر المتوسط. يبقى أول نصيحة للأم المصرية، إحنا بنقول الأم بتهتم أكتر، إنما المفروض مسؤولية الشاب قبل ما يتقدم لأي فتاة بيعمل تحليل صورة الدم والفصل الكهربائي يطمن انه مش حامل انيميا البحر المتوسط، يقدر يتقدم بقى لاي بنت. طب لو حامل الانيميا بقى لازم بقى يحلل للانسة اللي هو هيخطبها. طب لو طلعت هي كمان حاملة، ما هم لسه بقى لو في قصة لو في قصة يعني عاطفة او حاجة بينهم ممكن بقى يبقى عارف الشروط من الاول، ان اثناء الحمل هنعمل تحليل في الاسبوع ال 12، تحليل بسيط جدا، بناخد جزء من السائل الامنيوسي اللي حوالين الجنين، بيتعمل التحليل بيطلع في خلال اسبوع، وبنتكلم معاهم ونناقشهم هل نحب نعمل اجهاض لو حصل ان الطفل انيميا بحر متوسط العظمى، محتاج نقل دم طول عمره بقى. اذا كانت هي حاله خفيفه زي الاب او الام بيكملوا، ممكن يبقى طبيعي تماما، ممكن يبقى طبيعي. انما هي الشرط كده. طب ما هي انيميا البحر المتوسط العظمى؟ عشان دي برضو من الحاجات اللي يعني بتدمر حياه الام والاب. والله هو برضو المعلومات زي ما حضرتك قلتي، المعلومات المغلوطة، القراية الخاطئة، بيروح لحد مش متخصص فبيحصل انزعاج. يبقى أنا ممكن أمنحها بالتحليل قبل الجواز، أمنحها التحليل أثناء الحمل في الأسبوع ال 12، ممكن تتمنع تماما. في دول زي قبرص، زي اليونان، زي إيطاليا، ولا حالة اتولدت على مدى ال 25 سنة اللي فاتت. ما زال في مصر بسبب التحاليل، بسبب التحليل والوعي. توعية. هو أهم حاجة، الوعي والتوعية. خلاص كل واحد، ما فيش أي حد ينفع يتجوز في قبرص أو إيطاليا غير مع التحليل المظبوط بقى، مش اللي بيجيبه بقى للأسف المأذون أو الشاب أو المستشفى بتدي تحليل مش مظبوط، والبنت بيجيب تحليل مش مظبوط، فالنتيجة إن هو تقع الفاس في الراس. بس دي ما ينفعش فيها نجيب تحليل مضروب يا جماعه، ده روح بني ادم، ما ينفعش. والتحليل ثمنه اوفر. وبعدين ما عملوش قبل كتب الكتاب بيوم، ما هي زي ما حضرتك بتقولي هيبقى طب خلاص هما الاثنين طالعين للحمل هتبقى صدمه. لا، من وقت ما بيتقدم الشاب بيعمل هو التحليل. تمام. لو طلع سليم خلاص ملوش دعوه بقى. انيميا البحر المتوسط العظمى دي دكتور غير العاديه، اللي هي بيضطر فيها الطفل ان هو يغير دم طول حياته. هو بينقل دم، يعني برضه هي من الحاجات الشائعه انه بيغير دم. هو بيتعمل له نقل دم. يبدأ طول عمره. الام تيجي تقول انا مش عايزه انقل له دم يا دكتور محسن. طب ازاي؟ ما ينفعش. هيموجلوبينه بيبتدي بقى من الشهر السادس ينزل، بدل ما يبقى 13 14 يبقى 12، وبعدين يبقى 11، وبعدين يبقى 9، وبعدين يبقى 8، عند سنه ممكن نلاقيه 6 او 5. لونه عمال الشحوب، ولكن الام ما تلاحظش لانه تدريجي. تدريجي. ممكن اختها تبقى جايه من الخليج من السعوديه تقول لها ايه ده؟ الولد ماله لونه بهتان كده ومصفر؟ تقول لها يعني عادي، ما يمكن مرجع، يمكن في حاجه، تعمل تحليل تلاقيه 5 جرام او 6 جرام، تيجي جاري منزعجه يبقى محتاج نقل دم. في خطوات كتيره بقى. بنوك الدم، البنك الدم القومي المعروف السويسري ده مميز، بنوك الدم في الجامعات المصريه، واحنا برضو بنناشد من البرنامج هنا وزير الاوقاف، لانه منع اي حملات تعملها الجامعات في المساجد.
ليه؟ الجامعات دي يعني تنظيم هي اعلى مستوى علمي في البلد، وبنبقى بعت واخدين جواب من رئيس الجامعه لوزير الاوقاف علشان السماح بحملات لبنك الدم بتاع الجامعه في المساجد الكبرى، كان في ايام رمضان او ايام الجمعه او كده، فلانه في نقص في الدم. يعني احنا عندنا 30 عمليه، احنا عندنا 30,000 مريض بانيميا البحر المتوسط العظمى. نفسنا بقى انه كل سنه بيتولد 1000، هنبقى السنه الجايه 31 واللي بعدها 32. لا ناخد بالنا برضو نركز تاني، وحضرتك يا دكتور قلت حاجه مهمه جدا، نركز على الوعي، الوعي الطبي مهم جدا. اذا كنا عايزين نتفادى كل ده ونتفادى الرعب يعني والمشاكل الكتيره جدا اللي بتعيش فيها الام والاب بعد انجابهم لطفل مريض، لازم يبقى عندنا وعي. والوعي ده مش بتاخدوه من الكتب اللي على الرصيف ولا الانترنت ولا اصحابك، الوعي ده بتاخديه من الناس المتخصصه فقط. يعني احنا عندنا مستشفى جامعه عين شمس عياده الدم والاورام هي اول مركز متخصص في جمهوريه مصر العربيه، انشاه الاستاذ الدكتور سامي خليفه سنه 74 بعد ما رجع من امريكا، وتوالت بقى الاجيال. انا مسكت المسؤوليه بعد الدكتور سامي خليفه، واحنا بنبني مستشفى عالمي في العباسية تبع جامعة عين شمس. محتاجين برضو مساعدة المشاهدين الكرام معانا، ورقم حسابنا 800-800 بنك مصر والبنك الأهلي المصري 800-800 وبنك أبو ظبي الوطني لاستكمال المستشفى. هو المبنى طلع 10 أدوار، وهنبتدي من 1/9 في التشطيبات، التجهيز اللي عايز يجهز دور، في دور للكلى وفي دور للدم والاورام وفي قسطرة قلب وفي جهاز هضمي ومناظير، في زرع امعاء، زرع كبد، جميع التخصصات موجوده في المستشفى الجديده. مستشفى جامعي مجاني، مجاني جامعي على اعلى مستوى. فنتمنى مشاركة المشاهدين معانا. أمراض الدم طبعا باع كبير، احنا يعني أقدم وأحدث وأكبر مركز لعلاج حالات أنيميا البحر المتوسط وحالات النزف الوراثي والمناعي بإذن الله. وبإذن الله ربنا يشفي كل أطفالنا ونشوفهم في أحسن صحة وأحسن حال. في النهاية بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه النصائح. شكرا لحضرتك وشكرا للسادة المشاهدين. ميرسي يا فندم أستاذ دكتور محسن الألفي رئيس قسم طب الأطفال بجامعة عين شمس، شكرا لك شكرا جزيلا. مشاهدينا إلى هنا انتهت حلقتنا النهاردة من برنامجكم صباح دريم. إن شاء الله بكرة هتكون معكم زميلتي أسماء يوسف، وألقاكم أنا يوم السبت اللي جاي في تمام 10 صباحا وحلقة جديدة وصباح دريم، فكونوا على موعد. سلام.